سعيد ريحتك كلها ثوم اليوم، واشوفك مغير ستايل اللحيه، شو السالفه؟ سعيد طلعت له ثعلبه في اللحيه، واكيد سامعين عن الثعلبه، هاي الحاله اللي يتم فيها فقدان الشعر في اي مكان في الجسم، عاده على شكل دواير باحجام مختلفه. بالرغم ان الثعلبه حاله غير خطيره وغير معديه وما فيها لا حكه ولا احمرار، لكن تاثيرها النفسي كبير، خاصه اذا كانت منتشره. الثعلبه تصيب كل الجنسين في حوالي 1.7% من عامه الناس وفي مختلف الاعمار، لكن ذروتها تكون بين عمر ال 15 و 29 سنه، وفي 44% من الحالات تبين الثعلبه قبل عمر ال 20. واكيد العلاج يحتاج لصبر وطوله بال، وكل ما كانت المساحه اصغر كانت الاستجابه للعلاج افضل. وانت يا سعيد بما ان عندك المساحه صغيره بحقنها لك اليوم بحقنه كورتيزون، وبشوفك ان شاء الله بعد شهر. اما عن الثوم ففكرته انه يهيج بصيلات الشعر وممكن يحفزها للنمو، لكن المشكله احيانا تستوي لما يكون التحسس شديد وبالتالي يترك اثر في المكان، فالافضل العلاجات الطبيه لانه ما اظن حد يبغى تكون ريحته ريح الثوم. وعساكم دوم صحه وسعاده.